اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعي النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتتابعت الليالي والأيام على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي في أشد الفرح والسرور، ولم يزل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يترقب خروج ذلك المولود الطاهر، وكذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. فلما تم لحمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 9 أشهر، وكان ذلك في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام، وفي شهر هو عند الله أفضل الشهور، شهر البركة والرحمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينما كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تترقب على حر من الجمر، وإذا بها قد حست بقرب ولادتها، فحضرت لها أسماء بنت عميس وأم سلمة، ولم تزل كذلك، وحولها نساء من أهل الجنة، والبيت مضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الجنة، وإذا بها قد وضعت بأبي محمد الحسن أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله محمد. صلوات صل على محمد أمير المؤمنين، صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها الحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليه الأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم صاحب العصر والزمان. إلهي عجل فرج صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرج. زان الوجود بمولود به زهرات، مفارق الكون والدنيا به سفرات، سبق النبي الذي سرت بمولده أم القرى وبه آياتها ظهرات، خليفة الواحد الباري وحجته في خلقه من معاني شأنه بهرات، أكرم به والأمين الروح
يحمله وفي ولادته الأملاك قد حضرت فهو الحبيب إلى الرب الرقيب ومن بفضله هاشم بين الملا افتخرا صلوات اللهم صل على محمد و يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى يا أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاء سيد البشر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بآل محمد بآل محمد عرف الصلاة وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم بهم وبجدهم لا يستراب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نور الهدى نور الهدى من أفق من أفق الحق بدا فأشرقت به معالم الهدى والنير الأعظم نور حبا مذا أشرق الكون بنور المجتبى السلام عليك يا أبا محمد يهنيك يا أبا الولاة السادة وقادة الخلق إلى السعادة بمن تسامى شرفا ومجدا أخا وأما وأبا وجدا ريحانة الطهر وروح الطاهرة قلب الهدى عقل العقول القاهرة أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد صلوات صلى على محمد وآلي محمد أهنيك يا خير البرية أجمع بصبتك من أسرار
بالصبط الزكي الذي اغتدات مقامات من ذروة المجد أرفع. وهل كيف لا تعلو مقامات ومن أخيك علي والبتول ترفعا بأنواره قد أشرق الكون كله ومن نشر طيب فاح منه تضوعا إمام له البار اجتبى قبل خلقه برية بل في سره خلق أبدع. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأتى جبريل عن رب السماء وأني مصطفاه بالحفيد قال يا من خص من رب العلا بالمعالي ما اسم دياك وليدي قال إني لم أكن يوما أشاء غير ما شاء للمولى الحميد إنني أول كل العابدين ومن الرحمن أستوعي الصواب إنني في كل أمر أستعين بإله كلما يدعى أجاب فعاد الوحي يا خير نبي سمه شبرا عن خير سبب أنت موسى وعلي ارتاب مثل هارون فقال المنتجب يا أخي إن لساني عربي أنت بل فخر العرب حسنا فادعوا سليل الطيبين حسن ما في للواصف عاد ما له إلا أخاه من قرين فرسي عليا سارا في ركابي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد وصار لي والد وكان لي والد يهوى فصرت من ذي وذا فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو فتشوا قلبي رأوا ما بي سطران قد خط بلا كاتب العدل والتوحيد في جانبين وحب أهل البيت في جانب أفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد، صلوات صلى على محمد وعلي.